لقاءاتنا مع المنظمين والأساسيين في محافظة طول كرم، الراعين لمهرجان الزيت والزيتون، المهرجان الأول والأضخم في طول كرم، ومع أعلى هرم في محافظة طول كرم الراعي دائما لجميع الفعاليات، مع السيد اللواء عصام أبو بكر محافظ محافظة طول كرم. يسعد مساك. يسعد مساك. يعني المهرجان الزيت والزيتون هذا المهرجان الأضخم والأكبر والأول في طول كرم، وربما هو مناسب لمحافظة طول كرم كونها هي محافظة أيضا الزيت والزيتون. كيف ترى بأن هذا المهرجان هو ضروري فعلا للمحافظة؟ يعني أولا أنا بشكر الغرفة التجارية على هذه المبادرة وكل الشركاء اللي شاركوا معها في كل المكونات، وخاصة المستضيف جامعة حضوري، الكل ما قصرش. بعتبر المهرجان نجح بامتياز، وهذا لأول مرة بيحصل في محافظة طول كرم مهرجان الزيتون. احنا عندنا تنوع شديد في المنتجات الزراعية، ليس فقط الزيتون وليس فقط الجانب الزراعي، هناك جوانب صناعية وصناعة تحويلية، وعندنا منتجات حديثة جدا مثل الأفوكادو، مثل الأناناس، مثل المانجا، الفراولة، ولكن لن نقفز أبدا في يوم من الأيام عن العنوان الرئيسي لنا كشعب فلسطيني اللي هو الزيت عمود البيت، اللي هو شجرة الزيتون الصامدة. هذه السلعة الاستراتيجية لمحافظة طول كرم وللوطن كله، هو رمز الصمود، وبالتالي العنوان الزيتون ولكن المحتوى الزيتون وغيره إن شاء الله. في هذا نعم، يعني هناك العديد من الشركات المشاركة، ليس فقط زيت وزيتون ومنتجاته. كيف ترى من الممكن بما أنه نحن نحاول بأن ننهض طول كرم اقتصاديا واستثماريا، كيف ترى مشاركة هؤلاء الشركات في المهرجان وكيف يعود بالنفع على المحافظة؟ هذا المهرجان سيكون سنوي للترويج لمحافظة طول كرم، ولكن أيضا زي ما أنت قلتي هو له علاقة مباشرة في الانحراف الاقتصادي مع المحافظات الأخرى، اللي احنا عندنا استعداد أنه نعرض بضائع ومنتجات للمحافظات الأخرى، وأيضا نستقبل ضيوف من المحافظات الأخرى، وأيضا المستهلك الكرمي يستطيع أن يتسوق سواء من المنتجات اللي خارج المحافظة أو من جوا المحافظة، له علاقة مباشرة في الموضوع الاقتصادي وفي فرص للبيع وللشراء إن شاء الله. دعوة أخيرة لأهالي محافظة طول كرم للقدوم إلى هذا المهرجان والحضور أيضا. أريد تقييم الأداء في هذه السنة، لأننا سننطلق قريبا إن شاء الله في ترتيبات للمهرجان القادم في شهر 11 سنة 20، لأنه كل ما هناك من التغذية الراجعة التي ستأتي من خلال المواطن أو من خلال المشرفين على الموضوع سيغني المهرجانات القادمة. نعم، نشكرك جزيل الشكر سيد عصام أبو بكر محافظ محافظة طول كرم، متواصلين معكم في عبر شاشة الفجر الجديد في هذه التغطية المباشرة. خليكم.